على الهوا. طيب ايه رايك في تجربه ميدو في نادي الزمالك ولسه بدري اللي احنا نحكم على القصه يعني؟ بص التجربه دي موجوده في اوروبا بشكل كبير جدا. يعني في لعيبه كتيره جدا بنشوفها لعيبه لسه معتزله وماسك منتخب ماسك نادي شفناها كتير في اوروبا. بيختار معاه مجموعه كويسه اللي هي زي ما بيقولوا المطبخ تحت كويس جهازه بس مش اي لعيب طبعا يمكن زي ميدو. ميدو كاريزما ميدو محلل جيد جدا حلل كويس قوي قوي قوي. انا حضرت ميدو يمكن قعدت معاه في توتنهام حوالي اسبوعين هو بيلعب هناك فتره معايشه رحت هناك وكان هو اللي بيترجم لي في حاجات طبعا بتقف معايا كتير فهو كان بيترجم. ميدو بيتكلم في الكوره كويس قوي هو من زمان يعني تحس بيتكلم في الوحده التدريبيه كويس يعني هو حاطط في دماغه التدريب من زمان. ميدو عنده كاريزما كالقياده عنده كويس قوي بس لازم الظروف تساعده الظروف اللي حواليه تساعده يعني اللعيبه الاداره معاه مختار مجموعه كويسه كجهاز كابتن احمد عبد الحليم مدير كوره كابتن عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد تاني شاميه كابتن بره بيعمل بيجيب لعيب زي دوت نجم ومثل اللعيبه كتيره وعنده الكاريزما بيختار معاه جهاز معاون بيوضب له الحاجات اللي هي تحت يعني هو مش لازم ميدو يعمل كل حاجه. ما هو ميدو عامل القصه دي في نادي الزمالك يعني عامل وهو اللعيب اللي عنده حد يروح يتفرج على الماتشات المنافس النواحي الاداريه مع الكابتن احمد عبد الحليم مستحقات يعني احنا في مصر هنا محضر نفسه كان الامور الفنيه في مصر عندنا عايزين المدير الفني يعمل كل حاجه وده خطا كبير جدا. لازم المدير الفني يبقى متفرغ لحاجه معينه الفنيات التشكيل الخطه بتاع عنده ناس بتعمل الحاجات دي كلها ميدو عنده خبرات كتير قوي ومدربين متوقع له النجاح مع الزمالك بتمنى له التوفيق طبعا بحبه جدا لكن لسه ما نقدرش نحكم هو مرة. بس يعني هي الخبرات اللي عنده كلها كلاعب هي عايزه ترتيب بس عنده جوه مع كل ماتش والتاني هو هياخد خبرات من الاداره بتاعت الماتشات هيبتدي ياخدها لكن ميدو عنده يعني عنده اساسيات مدرب يبقى مدرب كويس ان شاء الله. طب انا عندي دقيقه واحده اتفضل متوقع ايه الكابتن شوقي غريب في